شكرا سيد الرئيس، سعيد جدا بتواجدي معكم في هذا الحفل العلمي البهيج بجانب زملاء السادة الأفاضل، لهم من الدراية والخبرة الكبيرة لمناقشة مثل هذه المواضيع التي تساعد الجميع، تساعد السياسي وتساعد الأكاديمي وتساعد الجمعوي وتساعد الإعلامي بشكل عام، تساعد المواطنين المغاربة جميعا. فكما قال السيد الرئيس بأننا نجتر ونقلد ونأخذ بمدرسة الفرنسية والفرنكوفونية، فليس في مجال التعليم فقط بل كذلك حتى في مجال التشريع، هذا مشكل كبير فيما يتعلق بطبيعة النصوص القانونية التي يسمها الشارع المغربي، وغالبا ما تأتينا من الخارج ولا تلائم بيئتنا المغربية أو البيئة التي سنطبق فيها. في كثير من الحالات قد يطرح التساؤل، هل الشارع المغربي يسن للمغاربة ويسن لفائدتهم أم يسن لمواطنين آخرين؟ هذا سؤال. فيما يتعلق بعنوان المداخلة التي سأتقدم بها، وقبل أن أبدأ هذه المداخلة فقد أشدت كثيرا بمداخلة الدكتور المحي، خصوصا أننا نتقاسم تخصص القانون الإداري والقضاء الإداري، قد أشار إلى مجموعة من النقاط المهمة وخصوصا فيما يتعلق بالمادة التاسعة التي أشار إليها قانون المالية، والتي أثارت نقاشا كبيرا قبل الموافقة عليها. إذا موضوع المداخلة يتعلق بالتأمير وتدبير المجال الترابي، فكما سبقت الإشارة من خلال الكلمات التي جاءت على لسان السادة الأساتذة في اللجنة الافتتاحية وفي العروض التي تفضل بها الزملاء الأساتذة، أكدوا على أن التأمير يلعب دورا مهما وحيويا بالنسبة للمجال الترابي لأي بلد، والمجال الترابي المغربي بشكل خاص. لماذا؟ على اعتبار أنه الوجه الحقيقي لقياس مدى تقدم الأمم وتقدم الدول، سواء من الناحية الاقتصادية أو الاجتماعية أو القانونية، كما أن هذا التأمير يكتسي أهمية قصوى في مسلسل التنمية المحلية، وذلك بالنظر كذلك إلى الدور الذي يلعبه في تأهيل المجال الترابي والرفع من قدراته على استقطاب الاستثمار وخلق الثروة، وفي نهاية المطاف تحسين عيش المواطن عيشا كريما. النقطة الثانية التي أريد الإشارة إليها هو أن القضاء إذا كان بهذه الأهمية فهو يعتبر من القضايا التي يتجاذبها الوطني والمحلي، وسأركز في مداخلتي على ما هو محلي ارتباطا بدور الجماعات الترابية في مجال التأمير. كيف التأمير يتجاذب ما هو وطني ومحلي؟ يتجاذب البعد الوطني لضرورة تحديد استعمال المجال العام للبلاد كوحدة متجانسة، ويتجاذب البعد المحلي، وذلك على اعتبار أن القرارات المتعلقة بالتعمير تعرف طريقها إلى التطبيق على مستوى وعلى أرض الواقع في الجماعات الترابية، باعتبارها كما تعلمون مؤسسات عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي الإداري وفقا لمقتضيات الفصل 135 من دستور 2011. ما المقصود بهذا التأمير؟ لما نقول التأمير نقصد به مجموعة من القواعد القانونية التي تفرض على الإدارة والخواص بهدف ماذا؟ بهدف تهيئة المجال.
وكذلك مجموعة من الإجراءات القانونية والتقنية والاقتصادية والاجتماعية التي تستخدمها الدولة كشخص معنوي عام أو باقي الأشخاص المعنوية أخرى على مستوى المحل خصوصا كوسيلة من أجل إلماء متناسق عقلاني وإنساني للتجمعات السكانية بهدف تحقيق استقرار التجمعات البشرية وتوفير شروط الحياة الحضرية لا المناسبة فقط بل الملائمة حتى لا تكون سببا في أولا في الهجرة القروية وثانيا في التهميش وفي انتشار مجموعة من الظواهر الاجتماعية. غير أن تحقيق هذا الهدف أو هذا المبتغى من التأمين ومن السياسة التأمينية تعوقه وتعترضه مجموعة من الإشكالات والعوائق والإكراهات التي تحول دون قيام الجماعة الترابية بدورها على أحسن وجه. مداخلتي ستنصب على ثلاث نقاط أساسية من خلال هذا التقديم. النقطة الأولى، أولا، ما هي اختصاصات الجماعات الترابية في مجال التعمير؟ انطلاقا من إجابتنا على السؤال المحوري والإشكالي هو إلى أي حد توفق المشرع المغربي في ضبط مجال التعمير على المستوى الترابي؟ أو إلى أي حد استطاعت الجماعات الترابية بالنصوص القانونية المتعلقة بالتعمير في ضبطها للمجال الترابي؟ النقطة الثانية، هل الجماعات الترابية أو تدخل واختصاص جماعات ترابية على المستوى المحلي يعتبر أو تعتبر الفاعلة أو هل تعتبر الجماعات الترابية الفاعلة الوحيد على المستوى المحلي أم أن هناك متدخلين متعددين على المستوى المحلي؟ وسنصل إلى نتيجة هو أن هناك مجموعة من المتدخلين على المستوى المحلي في مجال التعمير، وهذا سيقودنا إلى استنتاج بعض الأمور المتعلقة بهذا التعدد في نهاية مداخلتي. ثم، ما هي الإشكالات التي تعوق تدخل الجماعات الترابية في مجال التعمير؟ لننهي مداخلتي إن شاء الله بمجموعة من الاستنتاجات المرتبطة بالنقط التي سأتناولها في هذه المداخلة. لما نتحدث عن اختصاصات الجماعات الترابية فحديثنا عن هذه الاختصاصات يقودنا إلى القول بأن الجماعات الترابية تتوفر على حرية كبيرة في مجال التعمير، لكن هذه الحرية ليست بالحرية المطلقة بل النسبية والمقيدة. لماذا؟ والسبب في ذلك راجع إلى كون تهيئة المجال الترابي لا يجب أن يتم التعامل معه بشكل منفرد ومعزول، فتراب جماعة معينة هو أيضا يندرج ضمن تراب عمالة وضمن تراب جهة وفي نهاية المطاف ضمن تراب الدولة بشكل عام، وبالتالي فتنمية المجال على مستوى الجماعة الترابية يتعين أن تأخذ بعين الاعتبار مصالح الأطراف التي ذكرت. ولما أتحدث عن اختصاصات الجماعات الترابية في مجال التعمير نقصد بذلك اختصاصاتها على مستوى أو في إطار إعداد وثائق التعمير، سواء كانت هذه الوثائق وثائقا تقديرية أو وثائقا تنظيمية. فهناك مخطط توجيه التهيئة العمالية لانضمت المواد من جزء إلى 12 من القانون 90-12 معدل بموجب القانون 65 صادر 19/2015. ثم هناك التصميم الجهوي لإعداد التراب، ويدخل هذا التصميم يظهر مجال تدخل المجلس الجهوي في ميدان التعمير من خلال إعداد التصميم الجهوي لتنمية التراب، وذلك في إطار السياسة العامة لإعداد التراب الوطني طبيعة الحال بتشاور مع مختلف الجماعات الترابية الأخرى المنضوية للاستلواء الجهة وإدارات باقي الإدارات المنوسة العمومية الأخرى. وقد تم التطرق إلى هذا التصميم
في المواد 88 89 90 91 و105 من القانون التنظيمي 14 المتعلق بالجهات، يهدف في نهاية المطاف تصميم الجهة المدعية إلى تحقيق التوافق ما بين الدولة والجهة حول تدبير تهيئة المجال وفق رؤية استراتيجية واضحة. ثم هناك تصميم تنظيم اللي تم التنظيم ديالو من المواد من 13 إلى 17 من نفس القانون، ثم هناك تصميم التنظيم وتصميم التهيئة. فإذا كانت بعض الوثائق اللي كتسمى وثائق التنمية التنظيمية عبارة عن توجهات عامة وتصور مستقبلي لما ستصبح عليه المدينة التي سيوضع لها مخطط توجيه التيار العمرية سواء على المستوى المدى البعيد أو المتوسط، فإن وثائق التنمية التنظيمية تعمل على تجسيد أحكام هذه الوثائق بقابليتها للتطبيق في مواجهة الغير بصورة إلزامية فيما يتعلق بعمليات استعمال الأرض. ثم هناك تصميم التنظيم كما أشرت لنصوص عليه في المادة 13 من القانون 90-12 واللي الهدف ديالو كيتجلى بشكل أساسي في المحافظة على توجهات مخطط توجيه التيارات العمرية واتخاذ تدابير التحفظية اللازمة من طرف الجماعات الترابية لإعداد تصميم التهيئة، ويسري مفعول هذا التصميم خلال سنتين بعد المصادرة عليه. ثم هناك تصميم التهيئة اللي كتنظم المواد من 18 إلى 31 من قانون 90-12، فالإدارة تترجم بواسطة هذا التصميم توجهات مخطط توجيه التهيئة العمرانية إلى مقتضيات قانونية ملزمة للدولة والخواص على حد سواء. ثم هناك اختصاصات الجماعات الترابية فيما يتعلق بمنح الرخص، فبالرجوع إلى القانون رقم 90-12 اللي تعدد بمقتضى القانون 65، وبالرجوع كذلك إلى القانون التنظيمي المتعلق بالجهات بالجماعات، نجد على أنه يحق لرؤساء الجماعات منح رخص التعمير التي تدخل في إطار ممارسة مهام الشرطة الإدارية وفقا للمادة 101 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات. ومن أهم هذه الرخص هناك رخصة البناء، ثم هناك رخصة البناء، رخصة السكن، رخصة المطابقة، ثم رخصة التجزئة والتقسيم. فيما يتعلق بالمسألة الثانية، هل الجماعات الترابية وحدها التطور الفاعل الوحيد في مجال التعمير؟ فالجواب بالنفي، بقدر ما أن هناك مؤسسات أخرى تتدخل في مجال التعمير، وسيكون هناك تضارب في الاختصاص ما بين الجماعات والمؤسسات المتدخلة في مجال التعمير. ومن أهم هذه المؤسسات المتدخلة في مجال التعمير إلى جانب الجماعات نجد الوكالات الحضارية، ثم مجموعة العمران. نمشي مباشرة مع الإكراهات باختصار. فيما يتعلق بالإكراهات أو الإشكالات التي تحول دون قيام الجماعات الترابية بالدور المنوط بها على مستوى مجال التعمير، نجد أن هناك إكراهات تنظيمية تمثل في تعدد المتدخلين سواء كانوا تابعين للإدارة المركزية أو المحلية أو القطاع الخاص. ثم هناك إكراهات على مستوى المراقبة، ثم هناك إكراهات قانونية وتتعلق بالخصوص بأن قطاع التعمير باعتباره قطاعا حيويا تداخل فيه مجموعة من الرؤى ويتقاسم مجموعة من الفرقاء والمتدخلين، الأمر الذي يجعل التحكم فيه صعبا إن لم أقل شبه مستحيل. كما أن الإطار القانوني المنظم لمجال التعمير أغفل التنوع الجغرافي الذي يمتاز به المغرب، بالإضافة كذلك إلى تنوع أنواع عقارات هناك أراضي جموع محفظة غير محفظة، بالإضافة كذلك إلى وجود عقارات يمتلكها الخواص دون توفر على أي وثيقة، الأمر الذي يطرح مجموعة من الإشكاليات لدى رؤساء الجماعات الذين يتقدم المواطن المغربي بطلب أصل الحصول على رخص البناء. ثم
أذهب مباشرة إلى الاستنتاجات من خلال النقاط التي تم مناقشة وشكل مستجد. أولا الاستنتاج الأول هو أن التخطيط الحضاري في المغرب في مستوى تقديري لم يترك أي هامش للجماعات الترابية لا في الاقتراح ولا في المبادرة في إعداد وثائق التعمير التقديري، الأمر الذي يجعل الإدارة هي المتحكمة في هذه العملية على خلاف المشرع الفرنسي الذي أوكل هذه المهمة إلى الهيئات اللامركزية وجعلها من اختصاصي وجعلها من صميم الشأن مع المحلي الجماعات، والذي لا ينفصل عن دور هذه الأخيرة في تحقيق تنمية ترابها وفي إطار بحثها عن التوازنات الاقتصادية والاجتماعية. الاستنتاج الثاني هو أنه من أوجه المظاهر محدودية دور جماعات الترابي فيما يتعلق بإعداد وثائق التعمير هو عدم تحديد شروط ومعايير محددة تستوجبها مسطرة وضع مثلا مخطط توجيه التيارات العمرانية وفقا إلى ما رجعنا إلى المادة الثانية من قانون 90-12. على خلاف الأمر في فرنسا فبالرجوع إلى القانون الفرنسي في هذا الباب نجده ينص على أنه يتعين تزويد كل المدن التي يفوق عدد سكانها 100,000 نسمة بمخطط توجيه التيارات العمرانية. النقطة الثالثة هو أن دور رؤساء الجماعات فيما يتعلق في هذا الإطار وخصوصا في اللجنة المحلية يبقى دورا غير بارز إذا ما قارناه بدور أعضاء اللجنة التقنية المنصوص عليه في الفصل 5 من ظاهرة 1977 المتعلقة باختصاصات العمال. ثم النقطة الأخيرة وهي مساهمة الجماعات في إعداد وثائق التعمير بشكل عام ومخطط توجيه التيارات العمرانية بشكل خاص تبقى مشاهمة شكلية وعديمة الجدوى. هذه بعض الاستنتاجات التي خرجت بها من خلال مناقشتي لهذا الموضوع وكخلاصة عن السيد الرئيس، فنحن نناقش دائما نشخص ونتحدث عن الإكراهات ونقترح ونرفع التوصيات، ولكن في نهاية المطاف لا يصل أو لم يلبي الفاعل العمومي انتظارات المواطنين المغاربة. فهل الأمر مرتبط كما قال الأستاذ بثغرة قانونية أم أن الأمر في نظري مرتبط بالأساس بغياب إرادة حقيقية للإصلاح؟ شكرا سيد الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.